أعزائي المشاهدين، والنهاردة حلقة جديدة من الكريزي تاكسي، وضحية جديدة، والحلقة بتاعت النهاردة اسمها بتكلم أختي ليه؟ بسم الله على بركة الله. صبح يا باشا. صباح القشطة يا عم. صباح يا باشا. بقول لك يا باشا، دخل معاك سجاير؟ عينيا. أوديني سجارة. حاضر. تسلم يا باشا، تسلم. سيجارة اهي، بس يا رب توصلني كده بالسلامة كده. يا عم ان شاء الله اوصلك بالسلامة. مش باين، مش باين. وولع بقى. كمان؟ حاضر. ولع والله. يا ترى بقى شاطر في السواقة زي ما شاطر في التدخين كده؟ يا عم في ملك، يا عم احنا في مدرسة ولا ايه؟ لا يا عم. لسه ربنا ما يكتبها على حد يعني. لسه طالع من 3 سنين. 3 سنين ايه؟ 3 سنين كنت في سويسرا. 3 سنين سجن يعني. كفارة يا عم، كفارة. 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 ماشي يا عم، ماشي. بقول لك يا باشا، عيل عامل معانا وش المنطقة، عيل تقيل كده، عيل محدش بيحبه اساسا. بس ركبت له في رقبته، خلصت على التشوق. الله اكبر، ربنا يحفظنا. بس الحمد لله. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا. ربنا يحفظك يا عم. مالك يا عم انت راجل برنس يا عم، فيك ايه بس؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. طمن يا باشا انت. انت في ايد امين الله يبارك لك. بس والنبي بص قدامك لو سمحت. الله يبارك لك، الله يبارك لك. طب اتك على الصبر معاك. انا معاك على الصبر للاخر. ربنا يهدينا ويهديك يا رب، ويصلح حالنا وحالك. اتك على الصبر كده وانت شبه متبشين كده. والله. يا مسهل يا رب. شبه متبشين في طول الظلوم. والله. وانت اتفرجت عليه بقى؟ اتفرجت على طول الظلوم. اتفرجت على طول الظلام، كان بطولة أمتاب باتشان. هو انت اللي شبه أمتاب باتشان يعني؟ برضه خلينا. هو حضرتك واخد حاجة يا ريس؟ واحد واحد. طب معلش بص قدامك بس في السكة كده، بص قدامك. خلي بالك انت عامل جلب وعامل خروج. يا فندم خلينا في شغلنا، بص قدامك ووصلني بالسلامة. بس يا عم اوصلك بالسلامة ان شاء الله. انت ليك في الكلكيني؟ ليك ايه ايه ايه؟ الكلكيني. ايه الكلكيني ده؟ الكلكيني. يعني ايه كيكيني؟ يعني لو احبك يعني. ربنا يحفظنا يا عم، ربنا يحفظنا. انت باين عليك ليك في الكيكيني. وحد الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت عامل بقى ماسك شبحه وبتاع يا سيدي. خليك في حالك وبص قدامك ووصلني لو سمحت. طب ليك في التتيني؟ يعني ايه التتيني بس افهم. يا عم ولا عارف التتيني ولا عارف البكيني ولا عارف. اسالني في حاجه انا عارفها. امال انت عامل لي فيها متبة الشام في نفسك يا عم؟ متبة الشام. خلي بالك انت فاهم وحور وبس، عشان انا مش عايز ايه اجود. طب خلي بالك انت، احنا في الطريق. طب مش عايز اجود. انا مش عايز اجود. يعني ايه جود بس افهم انا يعني ايه جود؟ انا شفت عيل شبهك كان معاه في سويسرا. سويسرا تاني؟ كان شبهك الولد ده. ده وقع سوا ده انا ركبت معاك ولا ايه؟ اسمه السيد بريز. السيد علي بريز. الواد ده ممسوك تعاطي وإيجار. يا عم ده شكل واحد برضه تعاطي وإيجار زي ما أنت بتقول. يا عم ارحمني بقى، أبوس إيدك. خليك في حالك يا اسطى. لا هو ده شكل تعاطي بس مش إيجار. الله يسامحك يا اسطى، خليك في حالك يا اسطى والنبي، وصلني بالسلامة والنبي. بقول لك إيه، هاخد الناس دي معانا برضه على الطريق والنبي. وماله يا عم؟ وماله؟ تعالى يا باشا تعالى. وماله؟ وماله؟ ربنا يرزقك. اركب يا باشا. ربنا يرزقك يا عم. اركب يا صاحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤاخذة يا باشا، معلش خدنا معاك في سكتك. لا مؤاخذة. أمال يا باشا، أمال على فين إن شاء الله؟ الهرم. بقول لك يا عشري. يا مين بس؟ مش الواد ده اللي بيروح لأختك عند المدرسة عشري؟ يا غالي. يا رجالة، في يا رجالة. الكلام ده عليا أنا؟ باشا، هو اللي بيروح لأختك عند المدرسة. أيوه. أنت يا جدعان الراجل ده في حياستي. عايز ايه؟ مالكوا يا جدعان في ايه؟ في حياستك. انت عايز ايه؟ يا ده انا الشغل ده خلصته في ثالثه حضانه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ شويه في ايه؟ انت بقى انت عامل لي فيها فالنتينو؟ يا جدعان يا جدعان. انا عامل فيها فالنتينو. يا جدع انت حرام عليك بتعاكس. يا عم يا سن واحد يعاكس واحده؟ تقول ما عندكش اخوات بنات؟ ازاي يا اخوانا؟ ده انا عندي زيهم. يا جدع عيب، الرجاله محترمه. عيب عليك ولا عيب عليك؟ يا جدع يا عم يا جدع. يا جدع خليك ابن حلال، خليك ابن حلال.
واحد بس صح. ده شكل واحد ده شكل يا بيه طلع النبي رجاله محترم ده شكل واحد محترم ليك يا عاكس ليه تعاكس ده متبت شان متبت شان مين يا عم واحد ده مش قلت لك انا متبت شان يا عم خلي انا وخيك يا عم واحد رجاله محترم انت لو بتروح لها الدرس كان ماشي شوف انما المدرسه واحنا قليلين يا عم بالله عليك ده شكل درس ولا مدرسه بقول لك ايه الراجل ده من ساعه ملك برده معايا من ساعه ملك ما يقول لي الحوارات ايه ده انت بتقول ده ازاي اسرعك في البت دي ولغي في دي يا عم انت لك التل يا اخي هاخد وطنه ليه يا ابن عمي عايز وطنه انا لا ماليش في لحمه الروح واحد لا هو واحد لا يا الله محمد رسول الله يا اخوانا محمد شايف الشاهد يا عم اتكلم على جنبك ثواني يا رجاله معلش لا مؤاخذه انا اسف ما حصلش قول ورايا اشهد ولا لا يا عم التل ما تتكلم في بنات العالم يا عم حرام عليك بنات العالم يا راجل خلاص يا صاحبي انا عندي حل ايه يا باشا يكتب عليها على مين انا متجوز معايا عيالي يا عم انت معاك يا عم ربنا يكتب عليها سجله انا يا باشا قول انا هكتب على قول انا يا عم اشتري لي واحد لا اكتب عليها قول انا هكتب على بقى ان شاء الله قول ورايا كتبت على ادم الزوق مش جايب نتيجه ايوه اعمل كتير تعمل لي كتبوا على اختك يا يلا مش قول يلا قول يلا ابو هو يلا ابن ثانيه واحده ايوه هتعمل ايه هتقول من دي نذيع ولا منذر؟ عارفين يا باشا؟ يا عمنا وهنفل على فين؟ عايزك توديني في السويس من السويس؟ اه طب بس انت شكلك مش غريب عليا انت كنت في سويسرا فين؟ في سويسرا يا عم وانا مقضي جيش عشان اسافر انا كنت اصلا في سويسرا 3 سنين انت؟ 3 سنين في سويسرا اه انت مش واخد بالك سويسرا ايه ولا ايه؟ انا اسمع عن الكويت والسعوديه ان هم معاهم فلوس بيجوا يعيشوا يا عم سويسرا يا عم كنت ممسوك تشاجر اه يعني بقول لك كفاره يابا يابا ربنا يفك مش فك دقتك يعني يا عم الحمد لله الزمن دفعنا الثمن يا عم يا صاحبهم عمر يا باشا والله باشا خدنا معاك بس في اي حته هاخدك معايا فين يا عم وفي حد يركب التاكسي كده رجاله يا باشا معلش عشان ما يصحش يعني وبعدين الراجل واخد الدنيا دي مخصوص مؤاخذة صعبة معلش المؤاخذة يابا انا حاسب يابا انا حاسب الحق تربانة يا معجنة مش الأمور ده اللي بيروح لأختك عند المدرسة ده هو ده ايوه هو ده اللي أختك نوال قلبك لا لا لا, لا معلش يا رجالة معلش الكلام ده أنا خلصته في تالتة حضانة يا عم أخويا تالتة ايه يابا تتابعه يا ابني ليه يا ابني بتروح لاخته عند المدرسه يا ابني بقول لك يا انا انت من ساعه ما ركب معاه وانت عمال بتبص على النتوان في كل حته وتعاكس انا قلت كده ما عندكش خد بنات حب مين يا عم وخد بنات مين يا عم يا ده انت ليه وبس انا عارف لو بتروح له عند الدرس كان ماشي هعوضك المدرسه يا فاجر يا عم اقعد يا عم انت الصبحين مستبحين ايه يا عم انت بتعني بنات والله يا عم اقعد يا عم فاكر عيلة خضرا انا عكست من انت كمان انت بتعني من ساعه ما ركبت عملت عمره شديد وتكلم نسوان وكده انتوا متفقين بقى وعايزين تخطفوني اخطفوني يا عم بس اقول لك على حاجه بس احنا هنحلها بقى اكتب على اخته اكتب مين يا عم اكتب على اخته انا متجوز يا عم اكتب مين يا عم اتعاكس خلاص يا عم الشاهد عشان اذبحوه يا جدعان اذبحوا مين يابا في حكومه هناك ايه اذبحوا مين اذبحوه يا جدعان
بس بس اذبحوه يا جدعان يا جدعان اذبحوه الشاهد 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 احنا الاول الشاهد طب الشاهد طب طب بس خلاص عندي حل عندي حل اللي بس هو هيتجوز اختك من الحلال يا عم انا متجوز سجله واقول انا اتجوزتها انا متجوز قول ورايا قول ورايا قول ورايا كتبت عليكي اصبر ايه ده شويه وقتك البوس طب استنى طيب انا ماشي ماشي تحت احنا تحت وحياه امكم محبوس انزل لي بقى تعالى بتعكس عليه يا عم جوست انا عشيبك معاهم انا عشيبك معاهم ازاي ولا ما ازاي مزيع يلا عشان الحق اوصلك بني سويف لبنتك عورني مزيع 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 طب انت ليه بتاع بص وديني بني سويف اوديك وانا انت لا فل صباح الجمال صباح القشطه والعسل عامل ايه وصباح الرضا وصباح الرضا وكل صباح وانت طيب يا باشا حبيبي شكلك يا باشا مش غريب شكلك مش غريب شكلك مش غريب عليا ما انا بشبه عليا برضه والله انا كنت بحسبك بتشبه عليها حبيبي اقسم بالله عسل عسليه يا باشا انت اللي عسل يا معلم عسليه بالسمسم حبيبي اقسم بالله كنت باكل منها في سويسرا لسه خارج من سويسرا عقبال عندك في سويسرا؟ ربنا يا عم يكتبها سويسرا عليك. البلد؟ سويسرا البلد ايه بقى؟ ربنا ما يكتبها على حد بس ثلاث ايام ايوه ما سويسرا البلد بتاعتنا انا بقول لك ربنا ما يكتبها على حد بقى الحمد لله الحمد لله ربنا ما يكتبها على حد انت ايه اللي دخلك سويسرا اصلا؟ حكايه عند البيت وبتاع وانا اتخذت كده ايه؟ تخفيله يعني عيل بيحلو وسط الموضوع وكنت نازل اسلك وبتاع عيل ايه؟ بيحلقوا كده في نص الشارع على 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 الناس صحابي وبتاع وايش فجأة نزلت اسلك وبتاع هات وخد دي وهات دي وبتاع ركبتها له في رقبته بالغلط هما ثلاث سنين والحمد لله انا خلصت على ثلاث سنين مشاجره يعني ما هو ما ينيب المخلص تقطيع هدومه الا سويسرا ماشي الا سويسرا ربنا ما يكتبها على حاجه حبيبي يا فندم انا واخده بقى جيت الو يا حبيبي الطلعة الليلة ان شاء الله لا الحوار ده متقسمش لا المرة دي المرة اللي فاتت انا اللي قمت بالليلة كلها وانا اللي دغدغت الفرح وقفلت الليلة وقفشت في الليلة دي كلها 500 جنيه طب وبعدين طب ما ناخد المصلحة الحالية من بابها لا يا باشا بقول لك ايه ما مؤاخذة يا باشا لا خد راحتك ما تخلينيش اتخن صوتي وعن الناس جنبي ومعايا شباي طب يا باشا نتكلم في الحوار ده كمان شويه يا باشا اسلم الطرف واجي صباح الصباح واللي جه احسن من اللي راح سلام 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 يا صاحبي سلام مؤاخذة يا باشا تقول لي ربنا تابع عليا وانت ولا ربنا تابع عليك ولا اي حاجه يا عم وانت رامي ودك معاه ليه؟ لا مش رامي ودني ما انت اللي عمال بتتكلم طب بس الله يصلحنا وحالك يا عم ودعيلنا كده في صلاح الحال والرضا ما انا بدعي لك ربنا يصلح يصلح حالك في الدنيا انا عندي ملعب كتير يا سلام معاك اسطى لا مؤاخذه اسطى معلش ما عايز نركب معايا لا مؤاخذه صاحبي معلش هنركب معايا عشان لا مؤاخذه يابا يا عم انا معايا زبون يا باشا معايا زبون يا باشا لا مؤاخذه صاحبي معلش يا صاحبي معايا زبون يا عم معلش لا مؤاخذه صاحبي انت رايح فين يا بابا انا رايح في اي حته معاكم انما انا مستعجل اصل الراجل قصدي مستعجل فين رايح فين لا مؤاخذه يابا يا عم في ايه يا جدعان مش يابا طب يا صاحبي خلي بالك الحوارات دي لا اله الا الله يا جدعان الحق احلاوي استنى يابا 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 استنى على حالك كده عشان الشغل ده انا خلصته من ثالثه حضانه يا عم اخويا الشغل ده خلصته من ثالثه حضانه والراجل ده معايا معاك ايه الراجل ده في حياه الحق احلاوي الراجل ده خلي بالك معاك عند امي عند المدرسه الواد ده ايوه اللي بيقف ولا يا جدع انا عمال اقول لك التيل لام الصبح بتقف عند اخته في المدرسه قدامه ايه؟ من اول ما راكب معاه برضه عايز افهم بس من اول ما راكب معاه بقى
عمال اكلمه في الدين واقول له ربنا واقول له حرام عليك، عمال يقول لي بص النسوان وامرض وبتاع. بص على النسوان عيل فاجر تستعيل. بقول لك يا بلاوي كده اكل ودنه. بس على نفسك يا عم، روح لاخته ليه عند الدار؟ روح لاخته ليه؟ على جنب مش هنركن يا عم على جنب هنا. انا رجاله انا لو مكانكم ما حلوش الا لما يكتب عليها. اكتب عليها اكتب عليها اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وزوجتك واختك وزوجتك واخته من اخته. ايوه بس اخته اصلا. ايه ده 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 ايه ده. خلاص 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 الشاهد 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 عايزين يتعالجوا يا حاج ابراهيم العباسيه. تعالوا شاهد تعالوا شاهد يا عم اشهدوا ان انا عارف. بس وركز يا عم في الطريق. يا عم ارجع وزوجتك اخته. زوجتك ايه ده يا عم الحلو؟ ايه ده اللي عرفك تماما؟ قول لي افتح اعرف تماما. ايه ده يا عم؟ يا بنت الزواجه مني هزعلك واجيب ناس تزعلك. انت بقى اللي مش عايز تتجوز اخته يبقى انت اللي عملت الغلط. جيب الناس عشان انت الشاهد يا ابني. يا عم اتجوز اخته. اتجوز اختي مين يا عم؟ بس 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 اه يا عم انا بروح لاختك المدرسة. ده انت فاجر بقى. يا عيني انت كده ده انت كده اسحبك. ايه يا عم اسحبك؟ اسحبك ده انا اسحبك يا عم اسحبني. انت مجانين يا عم ولا ايه؟ سيبه كده يا عم انت بص قدام. حتاله ارجع هنا. وزه 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 حط يلا امك وحتاله. اركن يلا على جنبي انا. يلا اركن يلا على جنب. بس مش قادر نجيب حته. بس العظيم انا زعلت. هتتجوز هتتجوز اخته. ده بص اتجوزوا انتوا بعض. ايه ده ايه ده يا ولد؟ بتعدي يا عداد يا ابني. يا عداد يا عداد يا عداد يا عداد بالكهرباء ده. الزواجه مني اتجوز اتجوز وزه ولا تقلب على بطه. اتجوز وزه احط الحد عشان انت طلعت عيل شرير. لا لا اعزمك انا على كتكوت. كلمني كتكوت. اتجوز انا كتكوت. انت كنت جوز ايه ده؟ ولا ايه ده؟ والله العظيم زعلت. انت ما تعرفش ربنا. انتوا مجانين انتوا الثلاثه مع بعض كده. مش مجانين. اقول لك ايه ده؟ انت مش انا مش هحلك. ايوه طب انزل انزل وعلي كده وعلي كده. انا مش هحلك. انا مش هحلك. انا مش هحلك. عارف ليه؟ عشان انت بتقول عليا كتكوت. اوريك مين الكتكوت. بقول لك ايه؟ هوب 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 اقف يد. خدي التاكسي يا ابني الحرام. خلاص وزع الفلوس يا ابني الحرام. من الهزر ده يا حرامي. تاكسيات ده حاجه في من صبر. زيها ولا ما نزيهاش؟ زيها.